البلاستيك اللي عند الشباك. وش؟ البلاستيك اللي من هناك. اي. اللي من عند الغمارة وايق عليك. اي طول سالفتك. اي. اسمع. اي. اسمع. قلت والله شقه اطمر معها. ليه؟ ايش؟ لو يحترق الجيب يصير شيء. يا من هنا من الطرباع من شوي. تخطط انا. خلاص عاد وصلنا الحين. فتح بشراع ترى. صدق والله؟ اي والله. ما احنا قافلينه؟ اول ما في مقفل. جيتهم شنكلوا بحق الشخوف. صدق والله؟ اي والله بفتحها وعينه يفتح. شرها على هذا النايم، هذا هو اللي ما قفله زين. يعيش والله. وش حطيته؟ عود. عويدي؟ عشت والله. الديرة حر يا ابو فهد. اي برد. وهنا برد. اي والله مو. والله عزنا نعرف الجو. اي اركب العبات، اشوني ما بعت عباتي. عشت ما صارت. يا ما العافية والله على الفنجان. الله يعافيك. ابو فهد. هلا. اعطنا انواع التمر هذا اللي داخل العلبة هذه. طبعا هذا سكري فاخر. طبعا التمرة هذه المحاشي ما راح تضبط الا بسكري درجة هولة. ف نخيل الجوف الله يجزاهم خير، ضبطوا العلبة هذه أو المحاشي هذه، واحدة بالنوتيلا واحدة بال هذه بالبستاشيو بودر. ايوه شوف الله. وهذه جوز الهند بالنوتيلا. شوف شوف والله هي حشوة، والله هي حشوة قسم بالله. لو عندك جلاكسي غرتغتني عنه. هذه باللوتس. شوف شوف ما شاء الله تبارك الله. هذه ثلاث أنواع بالعلبة هذه، هذه موجودة هنا، الحشوة الأولى، الثانية، الثالثة. وش هذا اللي عندك عمود؟ يا ولد في حديقة حيوانات بهذا. ما شاء الله تبارك الله، بسم الله عليك. منك اليوم وش ثوابك؟ حط ريال جل حق ايش اسمه المعقم. اي على مرتبة الجي. على مرتبة الجي. طيب دورك الحين. سهلوا الحين ابيها. اطلع فحم فحم. اطلع فحم بوجه. هذاك وعنده بجنبه الفحم. ايش اكتب؟ اليوم حق الكرط اليوم. اخ يا انه ولد ابو عشت عشت عشت. انا احبك انا احبك بعد بكاتب انا. انا بس بس بس. يا الله يلا. ليش بلاك؟ يا. ليه؟ يا رجل يضبط. عطها ثانية. تعال تعال. يا اخي يا اخي. اسود خليني احبك ثاني. خليني احبك ثاني. يا رجل والله ما مداك نمت والله ما مداك نمت. حبتين ثانية حبتين ثانية حبتين. لا لا لا. حبتين ثانية. والله شربك. ايش رايك هنا؟ ايش عندك يا حقين غليس؟ نظرني؟ يا روحي روحي. في شيء؟ اي في شيء. عزاء بالله تغليه عاد. اي والله. والله صدق؟ هذا هو الشيخ. منافق. هو منافق؟ ها قنفذ. ليه؟ يقول بيجيب لنا حطام كاسة حليب وكاسة شاي على النار. ابشر. عاش. هلا ابو كاتب. هلا ابك. كاسة شاي. كاسة ترك. وكاسة ترك الحين. يعطيك العافية والله. حمسنا على الجلسة الحين ابو كاتب الله يعافيك. ايش تسوي يا حمود؟ طلع. يا حبيبي. هاته يا حمود هاته. هذا دربيل الرماية شريها ابوي تقريبا اول ما افتح الرماية بالجيف. قبل كم سنة؟ والله يمكن فوق 20 سنة. هذا 20 سنة وهو ما ابي. هذا من اقدم الدربي. سربه التهنته في هنا بالشمس. والعين؟ العين كم اول كان له صيانة فرع الجوف، الحين اظن الصيانة بس بالرياض اتوقع. له 20 سنة مع ابوي. كاده كدر طبعا الدربيل دائما بمحافظة. هذه ماركت سايز معروفة. والله من هالجراب تدري انها من القدم والبطء. هذا جراب الاصلي جلد الاصلي يا قدمه. عاد لو اجيب لك واحد جديد مثل هذا تبي النوع هذا ولا الجديد؟ قديمك نديمك؟ قديمك بس ولا نديمك ولا نجيب. خلي نشوف البل بس. خلي نشوف البل ما بخلاف ما شاء الله تبارك الله. عورها الحين. وفهد هلا جبيل هذا؟ الله هذا وانا مع ابوي قبل حمود. يا لطيف. يقولوا ابو طراد يقول له 20 سنة. لا 20 سنة الدربيل هذا. دربيل سايز. طبعا الماركة هذه معروفة. ما شاء الله. بغض النظر عن الرماية من أفضل ماركات الدربيل هذا. السايز ألماني طبعا.
اي والله حاول بعين واحده صار بس والله مما جرانا، بس اتوقع اكبر غلط له انه كان حط على بالشمس وما له. هات هات يا حمود هات 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 هذا دربيلي انا السايز هذا، طبعا هذا الموديل الجديد هذا، اتوقع ان هذا تجميع، في منه تجميع وفي منه المانيا يا بطن. هذا سعره اول 2800 حلو اللي تعود عليه ممتاز له، هذا في منها انواع كثيره بالسايز ماركه السايز جلد، بس انا والله اني كديته وخليه دايم لما اندمت على السله خليها على الطبل وان دايم. فريد الشمس تعدم على الدربيل وتفضي الغاز اللي داخل. لا لا شوي شوي الشبحه هذه يعلمك اصبر الرضاعه من حسن انا ما بعد وش قاعد ايه وش شوي والله شبك والله شبك انا وش شوي صلينا صلينا لا ما عليك ما عليك ما عليك ابد تو تجول 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 كيف تمسك امسك زين انت اللي طبط يبي ينقص الرغوه سته طاسه اقول كم مشعر جاي وقال الراعي جايبها والله ما تعرف معطينا طاسه عطى كلمات بس عطى كلمات بنادر انا يلا يلا اوزف 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 وين اوزف اوزف وين اوزف وين دبر روحك يلا انزل 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 اصبر انزل انزل شب الانفاس شب انزل 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 والله ما انكم ايش تبغى فهد ايش بلبل هذا حليب مالح شوي وصبينه لها وبجره ان شاء الله دائما كبه تشربها بسيسه حلالها والله انها كيوت ابو فهد هلا شفت بسيسه هذه عطها بس طال عمرك شهر تلقاها متنفخ ترى اكبر ما تنفخ هذا ان شاء الله عليها طيتها الحليب اللي المالح اللي مشوي يا حلال قضت على الفار والله ان الفار ثعبنا بالخيمه سوي العمده والله قطعتها والله قسم بالله كفو اي والله يلا بس هذا ايش داخله ترى انا لازم احط بقدر أغراض داخل بعبرات أكيد مسكين أبو بدر الله يعافيك أبو فهد الله يقويك أبو حمد المخلوط يقول حمد طلي أنا أشهد شوف 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 عاد عشتي والله عشت الترتيبات يا أبو بدر يا سلام يا سلام بداها تعرق الحين شوف شوف هلا أبو فهد الله حي شوف فرات مشكلة هذه يا سلام طال عمرك تدعي لي لها شوي نسكركم شوي شوي بس مو واجد والفلفل الاسود لا ما نبي فلفل اسود اليوم نبيها طال عمرك اصرار قل لي ليه اصرار بس حاجه بسيطه والباقي طال عمرك كله ابوه فلفل شقره من هالمزيونات هذول والله عاد اليوم برد اي والله اي والله شوف عشت اي والله عشت هذا رزنا رز حاتم نعطيك من نتيجته باذن الله نهايه الطبخ طبختنا محمد حاشي مع هالمزيونات على كيف كيف هاني ابو فهد شوف عشت والله هذه ساعة لك كبستك خالصه بدال اي والله تنتظرين سخن الماء حالتك حاله فوح الماء اطبخ ماء شوف انا ماك جاهز شوف بخار ها توني شغلنا الجيم ما له تقريبا خمس دقائق ما شاء الله انت وش اللي نعم عزيز ابو صالح يا هلا يا هلا ابو صالح عدنان يقول هلا عدنان هلا ابو صالح الله حيه لو ابوي سمعني او كم عدنان هذا يقول عدنان فهد شوف شوف يا حبيبي يا حبيبي ما شاء الله نثريه ولا ما هي نثريه؟ نثريه نثريه تعرف الحلا ما شاء الله حلا بعيونك يا بعدي ما شاء الله بوريك حاجتن بهذا انا داس شوف شوف لف 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 والله عندك حوايج انت ما ادري وش شوف السلطه شلون مخفيه طال عمرك اوه هالسحه يا ربي لك الحمد عشت والله ابو بدر تعيش تبقى ها سلام هذا رزحات شوف عز الله انه يستاهل وهذه النتيجه والله وهذه نتيجته ما شاء الله تبارك الله فلاليه مشهد يلا ما يلا اشت